بالقوة الجبرية جلبت محكمة الأحوال الشخصية في جدة والد فتاة بعد أن امتنع عن المثول أمامها ورفض إرسال من ينوب عنه رغم تبليغه بالحضور، وذلك على خلفية ادعاء ابنته البالغة من العمر 24 عاما رفضه إصدار جواز سفر لها، وأن منع والدها ذلك يحول بينها وبين إتمام دراستها في الخارج، وهو الأمر الذي تتطلبه طبيعة دراستها. المواطنة التي تعيش مع والدتها منذ 10 سنوات ولم ترى والدها منذ 6 سنوات طالبت في دعواها برفع ولاية والدها عنها، معززة الدعوى بالبيانات لتواجهه المحكمة بالدعوى وتلزمه بإصدار جواز سفر للفتاة وتسليمه لها، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية. تفاصيل أكثر عن الموضوع نتعرف عليها من المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد والذي ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس. أهلا فيك معنا يا خالد. في اهتمام كبير بهذا الحكم وفي كثير تعليقات عليه على مواقع التواصل، هل نقدر نقول أنه هذه التعليقات وهذا الاهتمام لأنه هذا حكم غير مسبوق، أم أنه السبب المذكور في الحكم وهو إكمال دراستها هو اللي كان يعني مصدر الاهتمام؟ هو صحيح الأخير نقول إنه السبب عدم معرفة المرأة بحقوقها، هذه حقيقة. كم من أخت كريمة مثل أختنا في القضية يمكن راحت عليهم لأنه ما كانوا يعرفوا حقوقهم، بينما الأخت الكريمة أو ابنتنا الفاضلة تقدمت إلى المحكمة وطالبت بحقوقها وحكم لها. الأصل في الموضوع البعض لبس عليه إنه كيف البنت يعني ممكن تسافر بدون إذن ولي أمرها أو رغبا عنه، لا، هي في خلفيات سابقة زي ما تفضلتي في أثناء قراءة الموضوع. هذا الأب كان هاجر ابنته لمدة تجاوزت 6 سنوات، لا ينفق عليها، لا يسأل عنها، معارف عنها أي شيء. طب فين هنا الولاية؟ هي الولاية أيضا مسؤولية وأمان، نعم، مجرد يعني حق للأب فقط لا غير. فلما ثبت للقضاء أنه عدم وجود مبرر لهذا الأب لرفض إصدار جواز السفر، لما ثبت للقضاء أنه الغرض من جواز السفر إكمال دراستها يعني التعليمية، مباشرة أصدر الحكم بإلزام هذا الأب بالقوة الجبرية بإصدار جواز السفر، ومن ثم تمكين الابنة من السفر، كون الأب أيضا ما حضر عدة جلسات حتى صدر يعني بحقه أمر بالقوة الجبرية. يمكن يعني كمان خالد لأنه في كثير ناس شفتهم في التعليق في التغريدات على تويتر جالسين كانوا بيتهموا الفتاة بالعقوق. والله للأسف يعني الناس فعلا بتفتي بشكل لا يعرف ظروف القضية، لا يعرف أي شيء، وأتفق معاك بيفتي مباشرة. إحنا هي مسألة العقوق، طيب الأبناء ما لهم حق على الآباء؟ هل الآن نقبل أن يأتي أب بصفة عامة يحرم ابنته من حقوقها، يأتي أب يحرم ابنه من الزواج، يأتي أب يحرم ابنه من الإنفاق عليها، بخلاف بعض الآباء اللي بيعتدوا على بناتهم بالضرب؟ ولما البنت تلجأ إلى القضاء لرفع هذا الاعتداء ولرفع هذا الظلم تهمها بالعقوق؟ إذا مفهوم العقوق للأسف الشديد لبعض فئات المجتمع يعني غير واضح تماما. العقوق حين يقوم الابن بظلم أبوه أو والدته، حين يقوم الابن بالاعتداء على والده أو والدته، هنا العقوق وهنا الجريمة. لكن لما يكون العكس، فربنا عز وجل شرعاتنا الإسلامية أيضا أعطت الحق للابن الابنة بالتقدم إلى القضاء وعضل الولي، وهنالك أحكام صدرت من القضاء السعودي بعضل الولي، يعني عزل الولي يعني نقل الولاية إلى طرف آخر. فهل القضاء مثلا كان يعني يقبل بالعقوق لو كان الأمر فيه العقوق؟ للأسف البعض يعني ما يعرف شيء. خالد يمكن سريعا بشكل عام في احتفاء كبير بكثير من الجهود اللي بتقوم بها وزارة العدل خصوصا تحديدا فيما يخص المرأة، هل تتفق مع هذا الموضوع كمحامي وخصوصا أنك أنت بتمسك كثير قضايا من هذا النوع؟ أتفق جملة وتفصيلة، وأعطيك بس مثال سريع جدا. الآن المرأة تستطيع أن ترفع دعوى طلاق وحضانة ونفقة في وقت واحد، قضية واحدة، ولا تستغرق الجلسات بأكثر من 3 إلى 4 جلسات بخلاف الحقوق الأخرى للمرأة واللي بيشوف الأحكام بتصدر. فالمشكلة الآن لم تعد في الإجراءات لكن فعلا في معرفة المرأة بحقوقها. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد الذي انضم إلينا عبر الهاتف من باريس. شكرا لك. شكرا لكم.